بعد حسان مغلوب
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المطهرين. صلى الله Thank you.
لائقهم والبراء من أعدائهم يا كريم. ليست هناك مفاضلة بين الدنيا والآخرة، فشتان بين الثرى والثريا. بلا شك أن الآخرة والحياة فيها أفضل بكثير من الدنيا، ولو أن الدنيا هي محطة للآخرة ومعبر للآخرة، ولكن الدنيا زائلة، الدنيا فانية، الدنيا منتهية، الآخرة باقية، والإنسان المؤمن يعمل للآخرة وليس للدنيا. هذه حقيقة، حقيقة أخرى، أن الإنسان في نهاية المطاف سوف يغادر هذه الدنيا، شاء ذلك أو أبى. لا أحد يبقى في الدنيا، وكما قال وقيل: لو دامت لك لما وصلت إليك. الدنيا سارة منتهية. في الحياة أكو هناك شيء يعمل له الإنسان حتى يقوم نفسه ويقوم حياته ويقوم أموره، وهو المال. المال هو عصب الحياة. إنسان إذا ما عنده مال من أنه يتعاطى مع الحياة بشكل طبيعي، لأنه ليس هناك شيء بالمجان. بلا شك أن هناك في مقابل كل شيء ما المال هو أساس الحياة، والفقر هو الموت في الواقع. هذا في دار الدنيا، أما في الآخرة والحياة فيها هناك أيضا معول ومعتمد على شيء أساسي. هذا الشيء الأساسي الذي يعول عليه الإنسان ويكون معه في الآخرة ولا يمكن أن ينفصل عنه مطلقا هو العمل. العمل سواء كان هذا العمل صالح أو كان غير صالح، ما يرافقك في الآخرة هو عمل الذي عملته في دار الدنيا. هذا رأس مالك، هو رأس مالك الآخرة عمل. الآن أنت تزرع حتى تحصل هناك، هناك ما يريد من عندك دولارات ولا يريد من عندك دنانير، لا يريد من عندك عمل. لذلك بعض الثقافات الجاهلة في الزمن القديم أن الميت إذا مات يخلوا له مجموعة من الصور المالية في قبره، أو يخلوا له مثلا بعض الأواني أو بعض الأقوام، يخلوا له بعض الملابس. هم يظنون أن ثقافتهم ثقافة غير صحيحة، منهجيتهم العقائدية منهجية غير صحيحة، يتصورون أن هذا إذا وضع في قبره يقوم أيضا ويتعامل كما كان يتعامل في الدنيا. لا، المسألة مو شيء. ديننا إجا لا اكتشف لنا عن شيء آخر، أن هناك حياة ولكن حياة ليست كهذه الحياة، والتعامل وياها مو
لكن هذا الزاد شنو؟ عمل الصالح. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل هو اساس امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه له كلام طويل نخطبه من عند امير المؤمنين هذا الكلام ويقول والعمل الصالح خير قائد. العمل الصالح خير قائد. لذلك عمل بكثير من الاحاديث كثير من الروايات وكثير ايضا من المكاشفات التي كشف عنها اهل البيت ان الانسان اذا وضع في قبره لا يكون معه شيء اخر غير عمله. هذا عمله. سويت دار الدنيا؟ هل يتجسد يتجسد اليك ويكون معك في قبرك؟ هذا العمل اذا كان صالحا هو المدافع عنك، هو المحامي عنك، هو الذي يجيزك على العقبات التي تمر بها، لان هناك عده عقبات الانسان يمر بها في دار الاخره. العمل الصالح هو الذي يجيب مرة والواحد عمل صالح ما يقدر يمر ما يقدر يتجاوز. نذكرك بتلك المكاشفة رجل من الأولياء الصالحين مر على المقبرة وإذا به يرى جماعة يحملون جنازة متوجهين بها إلى القبر يريدون دفنها. وهذا ينظر يشوف بأنه أكو هناك غلام جميل جدا يمشي أمام الجنازة. قبل أن يأتوا هؤلاء بالجنازة إلى القبر نزل هذا الغلام الجميل ودخل القبر. انكشفت دولا أهل المقيم واروا المقيم الحدود دفنوه ثم أمر رجعين بعد ما يقول وياه أهل أخطام أولاد زوجات أموال كل شنو ترجع هل قوية. وهذا لا زال الولي جالس ينظر بينما هو كذلك وإذا به يرى جلة الله كلبا قد جاء ودخل في نفس القبر. لا تعجل كيف هي المحاضرة الصغيرة يعني؟ بقرة محتار في ماذا يسمع؟ قل لي يدمر القصة ويانك؟ بعد ذلك وإذا به يرى ذلك الشاب الجميل الذي قد دخل القبر قبل أن توضع الجنازة قد خرج إلى القبر وهو ممزق الملابس مبني الوجه والجسد. تعجب أخبره ما الذي فعلت بك هكذا؟ رأيتك وقد دخلت القبر قبل الجنازة وكنت جميلا وبعد ذلك جاء ذلك الحيوان ودخل معك ما الذي حدث ومن أنت؟ قال يا هذا أنا عمل صالح
عمل صالح، وذاك الكلب هو عمله سيء. دخلنا معا فرجحت كفة الأعمال السيئة على الأعمال الصالحة. صار تنازع ما بينهما، قال انا بعد ما لي مكانك لازم اطلع. بقى معه عمله السيء. العمل الصالح ما عنده قوه يدافع، فلازم نطلع من هاي الحفره، ما يستطيع يطلع. لذلك يقول مولانا الامام الصادق عليه السلام: بمعنى الذين يجدون المعروف لأهل الدنيا في الدنيا هم أيضا أهل المعروف في الآخرة، بمعنى أنه بعد الحساب يقولون لأهل المعروف، أي الملائكة تقول لأهل المعروف في دار الدنيا: اشفعوا لمن أردتم أرحامكم وأصدقائكم وأحبابكم. هذا صعيد الآخرة. مولانا الإمام الباقر سلام الله عليه عند كلام آخر يقول: حتى في دار الدنيا المعروف له شأنية معينة عجيبة غريبة. يقول مولانا الإمام الباقر عليه السلام: صنائع المعروف تدفع مصارع السوء. الذي يصنع المعروف، هذا المعروف الذي يصنعه الإنسان لأخيه الإنسان، الله سبحانه وتعالى يدفع عنه مصارع السوء، فما يسقط فيه مشكلة أو حادثة أو كذا أو بلية. هذا العمل يدفع عنه حصنه. في آخر أيضا وهو كلام نحو أنه زادك في الآخرة عملك الصالح، يقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام: كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعلة، والله يحب إغاثة الأهبان. هذا الأمر قد غالب الأحبان، يعني اللي واقع مشكلة، مشكلة مالية، مشكلة عائلية، مشكلة أمنية، مشكلة سياسية، أي مشكلة من مشاكل الدنيا، وأنت توقف جنبه وتغيثه وتساعده وتنتشله من هذه المشكلة، الله سبحانه وتعالى يحب منك هذا العمل، من هذا الفعل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، شو تقول الآية أيضا؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير شنو؟ تجدوه عند الله. ما يروح من هنا. حتى إذا العباد نسوه رب العالمين صحائف من نور، لأن هذا العمل يحبه الله عز وجل. إذا في ليل الآية: والله بصير بما تعملون. أحد الأساتذة مع الطلبة مع أحد الطلاب جاء بحث معين أدى إلى أن يصير نقاش ما بينهم. الطالب يقول:
أن العبادة الصلاة الصوم هذه منشئة للآخرة. أنا سأل الآن هذا المدرس يقول لا أرى بأن أعمال الخير والمعروف هي لها الأولوية، ألا يعني أن الصلاة ما لها أهمية؟ لا، لا أهمية، أهميتها كبيرة لأنها قبلت قبل ما سواها، ردت رد ما سواها، ما جاء يسوي فرضا ما بين الاثنين، لا كلهم، لكن شأنية العمل الصالح بعد الصلاة هي واحد المعروف. بعد ذلك توفي المدرس، اجى هذا الطالب كل يوم على القهوة يقرأ القرآن للأستاذ من باب الاحترام، من باب أيضا تحت بركة مدرس ماله في فترة زمنية معينة، أم له جميل عليه يزوره يقرأ له البارحة. هذا إذا كان المدرس من البيت، عندنا الحديث بأنه من علم بحرفا صدر بحرف، هذا إذا كان المدرس الشبيه، فشلون الأب والأم؟ يقول أولا يقول أولا رجع للباب جلس طبش عليه، قال له يا أستاذنا العزيز شنو بعد من أمامك؟ شنو اللي رأيت؟ قال اسمع، احنا المسألة اللي جادلنا فيها هي صلح التقليد، جينا إلى المحشر نادوا علي يا فلان أين عمله؟ بتصلي؟ أجا النداء مرة ثانية أين عمله؟ يا صوت أين عمله؟ زكيت أين عمله؟ لأن الصلاة والصوم والزكاة والحج العبادة مفروض عليك، مفروضة أكو رب العالمين العمل آخر غير هذا، وين عمل؟ يقول أنا بعد حدث مجموعة من الأعمال ما شفت جواب من قبل الملائكة إلي بشكل إيجابي، قلت حياتي أقول لك معني، فتذكرت بعد ذلك أنني صنعت معروفا، لأن الإنسان حتى لو الآن نسى المعروف ونسى كذا في الآخرة يتذكر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، من ما نسى شيء. يقول تذكرت في يوم من الأيام أنا رايح السوق، هذا المدرس وهذا هو المدرس شخصية محترمة في المجتمع وله قيمة وله تقدير وله وجاهة، وأنا ما رايح السوق وإذا بي أرى شخصا التم عليه وتجمع عليه مجموعة من الناس يطلبونه بمال، يطلبون مديون وكل يحكي عليه، وهذا الرجل ايضا مو صاحب شأنيه على حسب تعبيرنا، لا يحضر مسجد، لا يحضر خاتم، لا يحضر في مناسبات دينيه، يمكن هم الصلاه تصلي او ما يصلي، على المعدل هذا يعني انسان وضعيته مو واضحه. يقول انا حياه اجي اصب وياه والتزم بدونه، وانا رجل الدين العالم المعروف الوكيل كذا، ما يسبب لي سقاطه لشخصيه لي او لا امشي. يقول فقررت ان امضي الى هذا الشخص واقف ما بين الذين جاء
أي إنسان عنده أو إليه مال على هذا الشخص يجد بيت، فقضيت له ديونه كله. يقول الأستاذ عزيزي أيها الطالب بهذا العمل دخلت الجنة إرادة الملهوف. الآن ليش صارت على ديون؟ ليش صارت على كذا؟ بعض الناس يجي يقول ليش سوى نفسها الشكل الحالة؟ ليش ما رجع نفسها الشكل المشكلة؟ يجي يقول ما أسباب. لا، تعال انت على العمل باستطاعتك تنتقد مع هذا وتساعده تشيل من هالمحنة من هالمشكلة. لا تنظر إلى أسباب. بهذا العمل الله سبحانه وتعالى ابتلاه الجنة. واحنا إذا جينا إلى أحاديث أهل البيت نشوف واضح. مثلا نجيب كتاب ولا قلت لك كثيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى هذا الشاب: من حسن فيه خلقه كان له جوازا على الصراط. الصراط وين؟ بالدنيا صراط، لو الآخرة لا إشارة إلى الآخرة. يعني صاحب الأخلاق في هذا الشهر يكون عنده مرور على الصراط مرورا سريعا. مرور سريع هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، يحتاج إلى أعمال إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك المؤمن صدقة. إذن زادنا في الآخرة عملنا. إيش ما نقدر الآن في دار الدنيا نعمل من أعمال صالحات قدمنا الجنة، خصوصا في الجانب الاجتماعي هو الذي ينجينا، هو الذي يعيننا، هو رفيقنا في درب الآخرة، رفيقنا على الصراط، رفيقنا في العقبات الثمان والتسع الموجودة. هناك عقبات تحتاج إلى أعمال صالحة، وهذا هو شهر العمل، هذا شهر العطاء، هذا شهر التضحية، هذا شهر الفداء. هذا الشهر ما هو أفضل من كل الشهور، الحركة فيه مضاعفة لأضعاف كبيرة وكثيرة. زادوا خصوصا مع الأرحام، خصوصا مع الأرحام ومع الجيران اللي أيضا بين الكلام والليل من ليالي حول قضية الجار. خلي تكون مثل الشمعة التي تحتل من أجل الآخرين. وانت الآن تسمع عن أن هناك رجال في الواقع لم يكن لهم صوت ولا معرفة، لكن لهم دور كبير جدا على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الآخر. مو شرط أنه لازم يطلع اسمه، مو شرط أنه أنت الناس تعرفك، لا، يكفي أن الله يراك والله بصير بما تعملون. الله عز وجل ينظر ويسمع، وما في شيء في العالم إلا وأيضا هو شاهد لك. ملائكة تشهد، الأرض تشهد، الفضاء يشهد، عملك
تمضي إلى الجنب الخاطئة كما فعل أولئك الذين ذهبوا إلى الدنيا وأردتهم الدنيا من أجل المال، من أجل الشهرة، من أجل الكرسي، كذا. عن العمل، وين العمل الصالح؟ ولك أجل، لأن الأجل ما يعطيك فترة ووقت. نبي الله سليمان على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يدخل عليه ملك الموت يقول له أنت زائر أم قابض؟ قال جئتك قابضا، أنا ما زرعت. ملك الموت ما زرعت، إذا إجا 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 شغل. قال امهلني قليل. قال لا، وصل الامر. شوف، كان متكئا على عصا، اراد ان يترك هذه العصا حتى يسمع الله ولا فعل. وما دلهم على موته الا يوم انكسرت العصا، عرفوا الجن ان سليمان ما يدير وما يحط عليها. لكن اهل الدنيا اذا اخذتهم الدنيا تعمل مصيره بالنسبه لي، مصيره. لذلك ابو عبد الله الحسين يقول: قست القلوب فلم تمر داخلا، تبا لهذيك القلوب القاسيه. زين، هدايه ما موجوده تحت بالنسبه الى هؤلاء. ها، طبع على قلوبهم الشيطان واخذوا يفعلون افعال يبدا لها تاريخ. ها، وفي كل فعل يدبرون ويهللون ويصدقون، وهم يقتلون ابناء رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا بعد الاخر. لم يبقى احد مع الحسين حتى قدم نفسه ايضا صلوات الله وسلامه عليه فداء لهذا الدين ولهذه القيم. زيان عليه السلام أراد الأعداء بأمر ابن عمر بن سعد أن يأخذ النساء ويركبوهن على المياه. تقدم بعض الجوان وقفت زينب، قالت: ماذا تريدون؟ قالوا لها: يا ابنة علي، إن عمر بن سعد قد عزم على الخروج من كربلاء وأمرنا أن نساعد الأطفال والنساء في الركوب على هذه المياه. قالت: يا ابن سعد، سود الله وجهك، أتأمر هؤلاء القوم يركب النساء على المياه؟ لا والله، لا يقوم ذلك. قال لها: إذا ماذا تريدين يا ابنة علي؟ قالت: انظر قومك يتنحوا عنا ونحن نساعد بعضنا بعضا على الركوب على هذه المياه. جاءت إلى ابن أخيها زين العابدين قالت: ويعينونا على الركوب على الناقة.
إلى خيام الفرد العباس مدت بصرها إلى العبقري صاح أن يرضي إلى الذي أخرجني من منزلي وجاء إلى كربلاء أن يرضي إلى الفرد العباس كأن أن ينقضي عنا شهر رمضان أو نفعل فجر من ليلتنا هذه
وأعطنا عليه. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم فك كل أسير، اللهم شافي كل مريض، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اقض عنا الدين وارنا عن الباطل، اللهم ولا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، عافنا واعف عنا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك. جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا بأنفسهم ومن يلوذ بهم، المؤسسون تقبل أعمالهم وقوم بأنفسهم ومن يلوذ بهم، وإلى روح الموتى وموتى الحاضرين وموتى المؤمنين للجميع. توافى سورة الفاتحة تسبق الصلوات.